القطار. حان وقت قطار الحكايات. مرحبا أصدقائي. مرحبا كابتن كريم. من أصدقائنا سنلتقي؟ ترى من هو هذا الصديق؟ هيا اركبوا معي في رحلتي، هيا معا في قطار الحكاية. أنا غير، أنت غير. يبدو أن عصفورة رأت أحدا، هل تعرفون من هو؟ أرى ذيلا. لا لا، إنها أذن، ربما تك. لا ليس تك، إنها تك. نعم هي تك، تك وتك. هي صحيح، إنهما تك وتك. لحظة لحظة، ماذا تفعلان هنا؟ يبدو مسليا جدا. مرحبا كابتن كريم، نحن نمران. أنا نمر أقفز وأركض. لا يتك، النمر يمشي هكذا، أرأيتي؟ والآن احذر من أنا كابتن. لا أعرف، ما رأيكم؟ أي الحيوانات هو؟ إنه وحش، يبدو مفترسا. ما هذا؟ هل هو دب؟ ممكن يا صديقي. تاك، هل أنت دب؟ نعم، هكذا يمشي الدب. وما الفرق بينه وبين النمر تيك؟ لا عليك يا تيك، من حق دبك أن يمشي كما تريدين أنت. شكرا كابتن. أرأيت تاك؟ سأريك حيوانا آخر. ها؟ ما هذا الحيوان؟ تيك، هذه قفزة الكنجر. قفزة الكنجر. الكنجر. ما كل هذه الحيوانات؟ قد يساعدنا صديقنا التالي على تقليد حيوانات جديدة. نعم، قطار الحكايات. هيا إذن إلى القطار، ومعكم النمور والدببة والكنجر. هل تعرفون حيوانات تتحرك بطريقة مختلفة عن النمور؟ العصافير تطير، للعناكب ثماني أرجل، الديدان تزحف، والسمك يسبح. أحسنتم، هيا نرى من صديقنا التالي. عصفورة، هل نحن مستعدون؟ وأنتم مستعدون؟ هيا بنا على متن قطار الحكايات. يبدو أن عصفورة رأت أحدا، ترى من هو؟ إنه يتحرك. ما هذا؟ إنه أبيض ولامع، انظروا إنها جميلة ومعها بوبو. هذا صحيح، إنها جميلة وفوم فوم، أنتم محقون. احذروا من أنا. أنت أرنب؟ لا، نحن نقلد الحيوانات. انظري جميلة، من أنا؟ أنت فيل تماما مثل فالولة. لقد حزرت. احذروا من أنا. أنت بقرة، عرفناك من صوتك جميلة. صوت البقر معروف. هذا صوت حملان، أنتما تقلدان الحملان. أنا رقم واحد. ما ما. وأنا رقم خمسة. ما. لا فرق بينكما. بلى، نحن مختلفان، انظري جميلة. مختلفان كيف؟ الحملان متشابهة تماما، مثلكما بالضبط، أرنبان. ليس بالضبط جميلة، بينهما اختلافات كثيرة. إنهما أرنبان متشابهان بأذنيهما ورجليهما. نعم، إنهما أرنبان، ولكن مع ذلك بينهما اختلافات. أولاً أنا ولد. وأنا بنت. ذيلي مختلف عنها. وحقيبتي مختلفة عنه. مختلفان حقاً. فوم فوم يريدان منك الشيء نفسه، هيا تعرفي إلى فروقاتهما. هيا إذن، فوم فوم مكانكما. سيارتان متشابهتان تماما، ولكن إحداهما خضراء والأخرى حمراء.
وأنا أعرف اختلافاً آخر، للفومفوم عجلات ونحن لنا أرجل، إذن الفومفوم مختلفان عنا جميعاً. ولكنهما ليسا مختلفين عن قطار الحكايات لأن له عجلات أيضاً. حتى وإن تشابهت في العجلات فما زالت بينها اختلافات أخرى، صحيح؟ صحيح يا جميلة، بالفعل بينهما اختلافات، فعجلات فومفوم تجعلها أسرع بينما عجلات القطار تجعله أقوى. نعم يا عصفورة، أنت مختلفة جدا، والآن حان الوقت لنقوم بشيء مختلف. حان وقت ركن الحكايات، هيا بنا إلى القطار. وأنا مختلفة، ليس عند أحد جرس مثلي. أو بوق مثلكما، أو ظلال مثلنا. عصفورة، هل الجميع مستعدون؟ وأنتم مستعدون أيضاً؟ هيا بنا إلى ركن الحكايات، على متن قطار الحكايات. سنستمع إلى حكاية، ليتها عن الأرانب، ليتها عن حيوانات الغابة. حسناً، من يريد حكاية؟ نعم، هل ستكون عن النمر أو عن الكنغر؟ دعوني أفكر. ها، وجدت الحكاية. حسناً، مستعدون للاستماع والاستمتاع؟ مستعدون كابتن كريم. وأنتم ماذا عنكم، مستعدون للحكاية؟ نعم، هيا كابتن كريم. عنوان الحكاية وقت اللعب. وهي حكاية عن صديقتين اسمهما هند ونور. قالت هند: لا أريد اللعب مع نور، فهي تريد باستمرار أن تلعب لعبة الحرية وترتدي اللون الزهري وهي هادئة دائماً. وهنا وصلت نور مرتدية ثوب الحورية الزهري وحذاءها الزهري وتاجها الزهري. ما أجمل ثيابها الزهرية، أكيد لولو وليلي ستحبان اللعب معها. أما أنا ولبلوب فلا، هذه لعبة لا تلعبها إلا نور. دعونا نكمل القصة. سألتها هند: ماذا تريدين أن تلعبي؟ أجابت نور بخجل: لا أعرف. قالت هند: لما لا نلعب بالدمى أو نلون أو نلعب لعبة الحورية؟ قالت نور: لا شكراً، تركت دميتي في البيت ولونت منذ قليل وأحب لعبة الحورية، ولكن دعينا نلعب لعبة أخرى. ثم همست لنلعب في الحديقة. لم تصدق هند وقالت: تريدين اللعب في الحديقة؟ نعم، قالت نور. تعلقت هند بأحد العوارض وتشقلبت، قلدتها نور ففرحت وهتفت: الحياة لونها زهري، فقد غطى فستانها الزهري وجهها الجميل. نادتها هند: دعيني أجرب فستانك. أجابت نور: طبعا جربيه. قفزت هند وصعدت على أحد الأعمدة، فتبعتها نور بخفة وسرعة وصاحت: انظري، حذائي يساعدني على الصعود. قالت هند: حقا؟ دعيني أجربه. أجابت نور: طبعا طبعا. انطلقت هند على الأرجوحة فتبعتها نور وتأرجحت أعلى وأعلى وأعلى وهتفت: جناحاي يساعدانني على الطيران. قالت هند: حقا؟ دعيني أجربهما. أجابت نور: طبعا طبعا. ثم جرت هند إلى حوض الرمل. حوض الرمل؟ أحب اللعب في حوض الرمل. يبدو أنكم أيضاً استمتعتم بلعب نور وهند. نعم. قالت هند: هل تريدين بناء قصر رملي؟ أجابت نور: أكيد، يا لها من فكرة. وبعد بناء القصر قامت هند ونور بتتويجه بتاج الحورية الزهري. النهاية، هل أعجبتكم الحكاية؟ أخبروني. قصة رائعة كابتن كريم، يبدو أن هند ونور استمتعتا باللعب معا. تماما مثلنا. والآن ماذا عنكم؟ ماذا أعجبكم أنتم؟ هيا حان دوركم لتمثيل الحكاية. سأرقص مثل الحورية، سأرفرف بجناحي، رفرف رفرف، وأنا أقفز فوق تحت فوق تحت، سأرتدي حذاء نور، سأصعد أعلى وأعلى. انظروا، أنا أميرة الأميرات. هيا نتأرجح. واو،
حفظ نطير. سنبني قصرا رمليا مثل هند ونور. جميل جدا، أحسنتم أصدقائي. بجناحي أرفرف رفرف، وأنا سأقفز فز 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 فز. أنتما مثل هند ونور في الحكاية، مختلفان لكن تلعبان معا بانسجام. صحيح يا جميلة، وهكذا ستظل هند تلعب مع نور، فأوقاتهما ممتعة مثلنا. سلام أصدقائي، حان وقت الذهاب، سأعود ومعي حكايات جديدة. إلى القطار. إلى قطار الحكايات. إلى لقاء كابتن كريم. أحب حكايات البحر، أحب الحكايات الخيالية.